دكتور أشرف قال لنا عايزين نعمل حاجة ترجعنا للمسرح بتاع زمان، لأن مش موجود دلوقتي مسرح بشكل كافي. يعني الناس والعائلات وكده كانوا كل أسبوع بينزلوا يتفرجوا على مسرحية واتنين، ما بقاش موجود ده دلوقتي. يعني ممدوح السعيد طالب في فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج. مبروك النهارده مشروع المسرح وحشة. طبعا. كلمني بقى عن فكرة المسرح النهارده. هي الفكرة من البداية أصلا، لما دكتور أشرف قال لنا عايزين نعمل حاجة ترجعنا للمسرح بتاع زمان، لأن مش موجود دلوقتي مسرح بشكل كافي. يعني الناس والعائلات وكده كانوا كل أسبوع بينزلوا يتفرجوا على مسرحية واتنين، ما بقاش موجود ده دلوقتي. يعني ومن البداية لما قال لنا الفكرة اتحمسنا كلنا والشباب، يعني فضلت تدور بقى على المسرحيات القديمة اللي عارفينها واللي مش عارفينها، فعشان نشوف بقى كل واحد عايز يعمل ايه، يحب يعمل ايه. والدكتور ساب لنا الاختيار في ده، يعني ما حجمناش في الاختيار. بس فكان همنا بس ان نعمل حاجه نتبسط بيها ونبسط بيها الناس. شايفك ابدعت النهارده في شخصيه طبعا فايز صالح، ربنا يخليك. الرسم شغلين، كلمني برضو عن هو كان هي جمهور النهارده كان ميت من الضحك. يعني هو استاذ سعيد صالح برضو يعني قيمه وقامه كبيره، ربنا يرحمه، كلنا بنتعلم منه. بس انا كنت حابب اعمل الدور، وبرضو لما قلت لخالد انت تعمل عادل امام وبتاع، فوافق جدا وبتاع، وكميتنا كانت كويسه مع بعض، فهو ده اللي طلع المشهد بشكل كويس. واحنا حاولنا ان احنا يعني نبقى مش ماشيين على النص. لا 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 لا، في حاجات طلعناها من عندنا وفي حاجات من النص، بس لازم نحافظ برضو على النص، لان احنا دي الفكره من البدايه، ان احنا نرجع الناس للقفشات والحاجات اللي هم الافيهات اللي الناس بتشوفها وحافظاها والكلام ده. فهي دي الفكره مبنيه على ده من الاول. يعني دكتور أشرف زكي النهارده طبعا دكتور أشرف زكي ده يعني أكتر حد اشتغلت معاه وأنا مستريح، ساب لنا كامل الحرية في كل حاجة. حتى هو في البداية لما جينا نشتغل قال لنا أنا عايزكم تستمتعوا باللي أنتوا بتعملوه، مش محدش يعمل حاجة هو مش عايزها. وإحنا مع بعض وبقينا نشوف وبقينا نعمل، وبصراحة كان مريحنا في كل حاجة يعني، وكان داعم لينا وأب لينا هو أصلا قبل ما يدرس لنا، فإحنا بنعتبره الأب الروحي بتاعنا يعني. بس المسرحيات هتفتح بعد كده ولا لا؟ لا لا لا، هتفتح إن شاء الله يعني قريب. يعني في مشروع انها تفتح في الهناجر يعني، فان شاء الله احنا عرضناها في الامتحان، ودي المره الثانيه، وعشان حققت المره الاولانيه فالناس يعني فضلت تسالنا انتوا اعرضوا تاني وبتاع، فبناء عليه عرضنا تاني. دي اول مره تمثل ولا في مسرح؟ لا 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 لا، مثلت في عروض كتير. ما لسه كنا عارضين قريب عرض خلي بالك، خدنا بيه اول في المهرجان العربي، وهنعرضه تاني في مهرجان ابداع، وكان قبلها عرض المتجول. كنا في المهرجان هنا برضو شاركنا بيه في بلا انتاج، كان دور الدكتور اشرف زكي. نسيت اعمال دراميه سينمائيه؟ يعني لسه ما خدتش تجربه يعني حقيقيه، بتيجي حاجات كده ومش بتكمل للاخر، بس يعني ان شاء الله يعني يكون في حاجات كويسه قدام. هو انا بحب خالد النبوي قوي، بحب يسرا، فاعتقد دول اللي انا بحب امثل معاهم. ربنا يخليكم ونورتونا، وان شاء الله تنورونا تاني لما نفتح قريب. شكرا ليك جدا.